جولتنا النهاردة هتكون في قصر بشتاك. قصر بشتاك هو أحد نماذج العمارة الفريدة اللي بترجع للعصر المملوكي، وهو أفخم مباني القرن الثامن الهجري. يقع قصر بشتاك في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويطل من ناحية الشرق على حارة درب قرمز. أما عن صاحب القصر فهو الأمير سيف الدين بشتاك الناصري، وهو أحد المماليك المفضلين لدى السلطان الناصر محمد بن قلاوون، حيث اشتراه ابن قلاوون مقابل 6000 درهم، وعهد إلى الأمير قوسون على تربيته. شغل الأمير سيف الدين بشتاك في عهد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون عدة مناصب هامة، كما أقام الأمير سيف الدين بشتاك عدة منشآت هامة، منها خنقاء بشتاك وجامع بشتاك وغيرها من المنشآت التي اندثرت معالمها. أما القصر فهو الذي بقى حتى الآن. أراد بشتاك بناء قصر يواجه قصر الأمير قوسون الذي أصبح أحد منافسيه، فأنشأ بشتاك القصر عام 1339 ميلاديا. وذكر المقريزي أن أرض القصر كانت تضم مجموعة من المباني التي قام الأمير بشتاك بهدمها وأنشأ عليها القصر، كما أخذ بشتاك من السلطان الناصر محمد ابن قلاوون قطعة أرض كانت داخل هذا القصر من أملاك بيت المال. مش بس كده، كمان هدم 11 مسجد وأربع مباني بترجع لعهد الخلافة الفاطمية. أدخل بشتاك كل هذه الأبنية المهدمة في إطار الأرض التي بنى عليها القصر، واللي كان من أعظم قصور القاهرة. وبالرغم من أن القصر كان من أعظم مباني القاهرة، إلا أن المقريزي ذكر أن بشتاك لم يسكن في هذا القصر رغم بهائه وفخامته، وأن صدره كان بيضيق عندما ينزل في القصر ولا يستريح حتى يخرج منه، حتى كره بشتاك القصر وبيعه إلى زوجة الأمير باقتمار الساقط، ثم استولى عليه السلطان حسن، ثم آلت ملكية القصر إلى السلطان فرج ابن برقوق. تعرض القصر لبعض التصدعات على مر الزمان، كان أعظمها زلزال 1992، وبعد كده تم ترميمه مع معهد الآثار الألماني. قصر الأمير بشتاك ده كان في الأصل إيه؟ ده كان مكانه القصر الشرقي الكبير في العصر الفاطمي، واللي أنا اتكلمت عليه قبل كده. وكان في العصر الأيوبي كان مكانه اسطبلات ومساكن لواحد اسمه أمير سلاح بدر الدين بكتاش الفخري، وده كان من ضمن الأمراء للصالح نجم الدين أيوب، لحد لما جه طبعا الأمير بشتاك واشترى الكلام ده وعمل القصر بتاعه. طيب تعالوا بقى نوصف القصر من الناحية الأثرية. أول حاجة احنا عندنا القصر ليه مدخلين، مدخل القصر بتاعه ده مسدود، وده موجود ناحية حارة بيت القاضي وده مقفول، والمدخل الحالي اللي احنا بنخش منه ده من الجهة الغربية. طب المدخل ده عبارة عن أول حاجة احنا بننزل من حوالي 5 سلالم، وطبعا ليه 5 سلالم بننزل تحت الأرض، لأن هنلاقي ان طبعا مع مرور الوقت هنلاقي ان مستوى الشارع مرتفع عن الايه، عن مستوى القصر نفسه. تمام، هنلاقي على القصر من بره طبعا شريط كتابي مكتوب عليه البسملة ومكتوب عليه اسم الايه، اسم المنشئ. طب لو دخلنا، لو هنبتدي بقى نخش جوه، هنلاقي بقى المدخل بتاع القصر عبارة عن باب خشبي بيوصلك لحتة اسمها درقاعة، والدرقاعة دي اتكلمت عليها من قبل كده، يعني جاي من اي مكان سيتجه، جاي من فكرة الادراك. ومنها بيدخلك فتحتين، واحدة يمين وواحدة شمال. على ايدك الشمال ده كان مكان لاستبلاط الخيول، ده المكان ده كان للاستبلاط. على ايدك اليمين هتلاقي سلالم هتطلعك فوق لحتة اسمها القاعة الرئيسية. طيب لو طلعنا السلالم دي نوصل للقاعة الرئيسية. طب ايه القاعة الرئيسية دي؟ قبل ما ندخلها بيتقدمها سطح مكشوف، يعني اول حاجة قبل ما انت طلع كده هتلاقي سطح، من السطح ده بيوصلك لباب، الباب ده هو ده القاعة الرئيسية. القاعة الرئيسية دي بقى القاعات اللي كانت بتتم فيها بقى الحفلات، الغنى، الموسيقى وهكذا. والقاعة دي هي قاعة درقاعة برضو كبيرة جدا، بتتكون من 4 ايوانات، السقف بتاعها سقف خشبي مزخرف بحاجة اسمها القصع الخشبية، وهنجد طبعا الشبابيك اللي معمولة من الزجاج الملون، شبابيك القصية اللي معمولة من الزجاج الملون بشكل جميل جدا. وهنجد طبعا ان طبعا الايوانات دي منهم ايوان طبعا ده بمثابة زي مسرح او الفرقة الموسيقية اللي هي اللي بتبقى موجودة فيه، اللي بتعزف، والغنى اللي كان بيتم في المكان. بالاضافة هنلاقي في النص الفسقية الرخامية الجميلة جدا المعمولة من الرخام عشان تلطف من درجة حرارة المكان بشكل كبير جدا. طيب
طب واحد يقول لي طب هما الرجاله كانوا يقعدوا في المكان ده، طب الستات؟ اقول لك لا، ما نسوش الستات. هنبص فوق كده بعينينا ناحيه، هنلاقي كده شبه مشربيات من الخشب الخرط. المشربيات دي هي دي تعتبر كان مكان الاغاني او المكان اللي بيقعد فيه الستات عشان يقدروا يسمعوا منه موسيقى ويتفرجوا على الحفله اللي موجوده في الدور اللي تحت. هنجد طبعا ان المكان لما اتعمل، ان المكان ده اتعمل مراعاه للناحيه البيئيه، بمعنى اللي هو نتيجه لعوامل متاقلمه مع البيئه بالنسبه للمناخ المصري، من ناحيه طبعا الحجر اللي بنى بيه عشان يعمل عازل حراري، الارضيات الرخاميه، بعض الارضيات الرخاميه عشان برضو الرخام بيلطف من درجه حراره المكان ده، غير الفسقيه وده غير حاجات كتير جدا. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يهمنا تعليقاتكم وآراءكم وتفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. نشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.